F تحقق الشروط، أولا أوميجا تنتمي إلى F، اثنين إذا كان A تنتمي إلى F فإن الفتحة وتمتمتها أيضا تنتمي إلى F، ثلاثة إذا كان A اجتماعي B ينتمي إلى F فإن إذا كان A و B ينتمي إلى F فإن A اجتماعي B أيضا ينتمي إلى F، هذا في الحالة نسميه جبر. إذا كان الأجل المتتالية عديدة A1 A2 إلى آخره تنتمي إلى F، عدود A بمعنى غير متتالية لكنها قابل للعد، عندئذ اجتماع الـ AI من I تساوي أكبر أو يساوي 1 أيضا سينتمي إلى F. اجتماع الـ AI هو A1 اجتماع الـ A2 اجتماع إلى آخره. الـ F هاي بهالحالة إذا حققت 3 شروط نسميه جبر تام على أوميجا. بي دالة احتمال بمعنى أنها تحقق الشروط. خليكم معي. بي دالة احتمال بمعنى تحقق الشروط، شروط كلمة ظروف، يعني البي أوميجا يساوي 1، واحتمال أي حدث A أكبر أو يساوي 0، ايضا احتمال اجتماع مجموعات متنافيه مثنى يساوي مجموع الاحتمالات، احتمال اجتماع اي اكبر او يساوي 1 اذا كانت متنافيه مثل مثنى يساوي مجموع احتمالات الاي اي اكبر او يساوي 1. هاي شروط الاحتمال. هلا ندخل على تعريف الاحتمال الشرطي. اذا الاوميجا F بي فضاء احتمالي، إذا كان عندنا أوميجا فضاء عينة، F جبر تام وبي احتمال عليها بحقق كل الشروط، عندئذ الثلاثية نسميها فضاء احتمالي. التعريف الاحتمال الشرطي إذا كان ليكون A حدث من F أو مجموعة جزئية أو عنصر من F، F هي مجموعة مجموعات صف أو مجموعات من أوميجا، بحيث أن احتمال A أكبر تماما من الصفر. عندئذ بنعرف الاحتمال الشرطي لحدث B، أيضا ليكن A و B ينتمي إلى F، احتمال B علما أن A قد وقع يساوي احتمال ايضا رمز ثاني احتمال B علما ان A قد وقع يساوي احتمال A تقاطع B على احتمال B. اذا تعريف الاحتمال الشرطي، احتمال A تقاطع B يساوي احتمال B علما ان A قد وقع يساوي احتمال A تقاطع B على احتمال B. نعم على احتمال A أفضل. أيضا بالمثل يمكن تعريف احتمال A علما أن B قد وقع يساوي احتمال A تقاطع B على احتمال A احتمال B. طبعا هذا ثلاث ارباع واخذينه بالبكالوريا. اذا هاي الاحتمال، طبعا الشرط هون انه يكون هذا المقدار اكبر تماما من الصفر. هاي تعريف الاحتمال الشرطي. طبعا دالة الاحتمال الشرطي بالنسبة لحدث A يحقق شروط كل مظروف كلياتها. اذا الاحتمال بالنسبة لأي حدث A يحقق شروط الاحتمال أو شروط كل مظروف والفضاء بهالحالة فضاء نسميه الفضاء الاحتمالي الشرطي المتعلق به. قاعدة الاحتمال المركب، هلا إذا كان عندنا احتمال شرطي مباشرة، احتمال A بالنسبة ل B تعريفا
هو احتمال A تقاطع B على احتمال B، وبالتالي راح يكون احتمال A تقاطع B يساوي احتمال B باحتمال A علما أن B قد وقع. هاي احتمال أيضا بالمثل الأجل يساوي أو احتمال أيضا بالمثل الأجل احتمال A تقاطع B يساوي احتمال A باحتمال B علما أن A قد وقع. هذه القاعدة نسميها قاعدة الاحتمال المركب، احتمال A تقاطع B يساوي احتمال B باحتمال A علما أن B قد وقع، ويساوي احتمال A باحتمال B علما أن A قد وقع. مثال 6-12، مثال 6-12 في عنا تم تصنيف 100 شخص حسب الجنس. إذا عنا جدول عنا 100 شخص مصاب غير مصاب، وعنا ذكر ونساء، مجموع عنا المصاب عنا 10 أشخاص 15، وهون عنا 30 45. المجموع إذا عنا 40 60، وعنا هون 25 75، أكيد لازم يكون المجموع دائما 100، عدد الأشخاص الكلية أو عدد عناصر العينة. اختير عشوائيا شخص، احسب احتمال ان يكون مصابا علما بانه كان ذكرا. بفرض ان احسب احتمال ان يكون شخص مصاب علما انه ذكر، اول شيء راح نفرض الاحداث او نرمز الاحداث ايه الحدث الدال على ان الشخص مصاب، و ب الحدث الدال على ان الشخص ذكر. المطلوب الطلب الأول احتمال أن يكون مصابا علما أنه كان ذكرا، إذا احتمال A علما أن B قد وقع يساوي تعريفا احتمال A تقاطع B على احتمال B. حسب التعريف التقليدي للاحتمال اللي أنتوا أخذينه سابقا، هو احتمال A تقاطع B هو عدد عناصر A تقاطع B على عدد عناصر أوميجا، واحتمال B إذا احتمال A تقاطع B هو عدد عناصر A تقاطع B على عدد عناصر أوميجا على احتمال B اللي هو عدد عناصر B على عدد عناصر أوميجا. نختصر هذه المعادلة، بضل عنا عدد عناصر A تقاطع B على عدد عناصر B ويساوي 10 على عدد عناصر B، انه ذكر هو 40 شخص ويساوي 1 على 4 0.25. اذا هاي احتمال ان يكون مصابا علما انه ذكر. الطلب الثاني احتمال ان يكون ذكرا علما انه كان مصابا بالمرض. في هالحالة راح ناخذ الاحتمال العكسي لإله، احتمال إذا هونيك أخذنا احتمال A علما أن B قد وقع، ناخذ هون احتمال B علما أن A قد وقع يساوي احتمال A تقاطع B على احتمال A يساوي عدد عناصر A تقاطع B على عدد عناصر A ويساوي 10 على 25، عدد عناصر أو عدد الأشخاص المصابين ويساوي 0.40. إذن هاي الاحتمال أن يكون ذكرا علما أنه كان مصابا بالمرض. راح ننتقل فورا على تعريف التجزئة. تعريف التجزئة
يكن أوميجا إف بي فضائل احتماليا ليكون أوميجا إف بي فضائل احتماليا وإي آي متتالية من الأحداث من إف متتالية من الأحداث من إف متتالية من إف بمعنى هي عناصر هي مجموعات جزئية من أوميجا وهي عناصر من إف وتساوي بي تقاطع الأوميجا هي اجتماع الـ AI
آية أكبر يساوي الواحد. بنوزع التقاطع الاجتماعي يصبح لدينا اجتماع ب تقاطع اي اي نجد اي اكبر يساوي الواحد. المجموعات ب تقاطع اي اي بما انه اي اي تجزي عن المجموعات اذا راح تكون متنافيه مثل مثنى فيما بينها هاي المجموعات واجتماعها ب اي اصبح لدينا وبالتالي المتتاليه ب تقاطع اي اي نجد جميع قيم اي اكبر يساوي الواحد تشكل تجزئة للحدث ب. مثلا اخذنا هون هاي المجموعة ب فعندنا ب تقاطع اي واحد هو هاي المجموعة اذا هاي ب تقاطع اي واحد ب تقاطع اي اثنين هو هاي المجموعة ب تقاطع اي ثلاثة هو هون ب تقاطع اي اربعة هو هاي المجموعة ب تقاطع اي خمسة هو هاي المجموعة اي ستة هو هاي المجموعة واي سبعة هو هاي ب تقاطع اي سبعة هو هاي المجموعة. نلاحظ ان المجموعات ايضا متنافية واجتماعها هو ب. اذا اي اذا كان لدينا تجزئة وب حدث تجزئة اليوم من يوم وب حدث متعلق بهذه التجربة فان ب تقاطع عناصر التجزئة أيضا راح يكون تجزئة لب. بهالحالة سيكون لدينا بهالحالة احتمال ب يساوي عمليا احتمال اجتماع ب تقاطع اي اي نجد اي أكبر يساوي الواحد هاي مجموعات متنافية يساوي مجموع احتمالات ب تقاطع اي 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 أكبر يساوي الواحد ويساوي مجموع اذا احتمال الاجتماع يساوي مجموع الاحتمالات بما انها متنافيه مثنى مثنى ويساوي حسب قاعده الاحتمال المركب احتمال ب تقاطع اي اي هو عباره عن احتمال اي اي باحتمال ب علما ان اي اي قد وقعت. إذا أصبح لدينا احتمال ب يساوي مجموع احتمالات الـ AI باحتمال الـ B علما أن AI قد وقعت I أكبر يساوي الواحد. إذا في حالة B أو في حالة B حدث متعلق بالتجربة و AI تجزئة لأوميجا أصبح لدينا احتمال ب يساوي مجموع احتمالات الـ AI واحتمال ب علما ان AI قد وقع نضع مباشرة عن قانون بايس وهو احتمال السبب وهو ان احتمال اي جزء AI اذا وقع ب ما احتمال ان يكون جزء AI هو السبب في وقوعه تعريفا هو احتمال AI تقاطع الـB على احتمال الـB احتمال شرطي ويساوي احتمال اي اي حسب اذا هون احتمال شرطي وهون احتمال قاعدة الاحتمال المركب احتمال اي اي تقاطع البي هو احتمال اي اي باحتمال البي علما ان اي اي قد وقعت على احتمال البي من خلال هاي التجزئة من خلال هاي العلاقة احتمال بي هو عبارة عن مجموع احتمالات الاي اي باحتمال البي علما ان اي اي قد وقعت اجل قيم جميع قيم اي. اذا هذا القانون بنسميه قانون بايس او مستور بايس او احتمال السبب اي ان اذا وقع البي ما احتمال ان يكون الجزء اي اي هو السبب في وقوعه. مثال 6-15 إذا كان عندنا معمل الأدوية لديه ثلاثة خطوط إنتاج A1 A2 A3 إذا هاي الإنتاج خطوط الإنتاج المعيبة يعني المعيبة احتمال بيعنا أن A1 قد وقعت
أو AI أو الحدث بيع من AI على من AI قد وقعت. لدينا ثلاثة خطوط إنتاج لاحتمال الإنتاج أو إسهام الخط الأول 30%، الخط الثاني 36%، الخط الثالث 34%، معيبة 1%، 2%، 2%. إذا رمزنا بالبين الحدث أداء على أن العبوة معيبة، فالمطلوب هو احتمال ب، أو قبل ما نبلش بالاحتمال ب، أنا نلاحظ أن A1 A2 A3 تشكل تجزئة لأوميجا اللي هو إنتاج المعمل لأوميجا يوم وزن اللي هو إنتاج المعمل أو المصنع، لأن الخط الأول والخطوط الثلاثة منفصلة عن بعضها ما في أي ارتباط بيناتها، والاجتماع الـ AI من I تساوي 1 حتى 3 عمليا راح يكون هو أوميجا اللي هو إنتاج المعمل، والتقاطع أي مجموعتين هو فاي، ما في أي علاقة بين أو ما في أي ارتباط بين أي خط آخر. الطلب الأول هو احتمال ب، احتمال ب إنه احتمال أكسب احتمال أن تكون العبوة المختارة معيب الصنع. طبعا للتأكد أن AI تشكل تجزئة لأوميجا يجب أن يكون مجموع الاحتمالات يساوي الواحد. طبعا فينا نتأكد بسهولة أي احتمال A1، احتمال A2، احتمال A3. إذا أخذنا المجموع نلاحظ يساوي الواحد. احتمال B حسب قاعدة الاحتمال المركب والتجزئة راح يكون احتمال B هو عبارة عن استخدام هذيك العلاقة احتمال AI باحتمال B علما أن AI قد وقعت من I تساوي 1 حتى 3 ويساوي أول قيمة احتمال A1 راح فصل احتمال A1 باحتمال B علما أن A1 قد وقعت زائد احتمال A2 باحتمال A2 علما أن باحتمال بيع من A2 وقعت زائد احتمال A3 باحتمال بيع من A3 قد وقعت. بتعويض القيم نجد أن احتمال ب يساوي 0.30 في المعيبة الأولى 0.01 زي 0.36 في 0.02 زي 0.34 في 0.02 راح تكون نتيجة 0.017. هاي احتمال ب، احتمال أن تكون معيبة اللي بده يحضر فيه يطلع ما في غياب ولا حضور. إذا هاي احتمال ب، اثنين الطلب الثاني إذا كانت العبوة معيبة باحتمال أن تكون من إنتاج الخط الثالث. اثنين إذا احتمال A3 علما أن B قد وقعت وحسب قانون بايت يساوي احتمال A3 باحتمال B علما أن A3 قد وقعت على عمليا احتمال B.
وتساوي 3.034.02 على 0.017 ويساوي 0.40. إذا احتمال A3 علمنا لنا ب قد وقعت، بمعنى إذا كانت العبوة معيبة احتمال أن يكون الخط الثالث هو الذي أنتجه. نوصل على تعريف الاستقلال العشوائي. دائما ليكن اوميجا اف بي فضاء احتماليا، فضاء احتمالي اولا اذا كان ال A و B او اذا كان ال A و B عدسين من F او عنصرين من F، هنون عنصرين من F بس بنفس الوقت هنون مجموعتين جذريتين من اوميجا، هذول A و B عنصرين من F علاقة انتماء ولكن محتوى في اوميجا، مجموعات جذرية من اوميجا، هون علاقة احتواء محتوى في اوميجا وهما من عناصر F. إذا كانت أوميجا و B، إذا كانت A و B من F، نقول إن A و B مستقلان، إن A و B مستقلان عشوائيا إذا تحقق أن احتمال A تقاطع ال B يساوي احتمال A ضرب احتمال البيت. إذا يكون A و B مستقلين إذا كان احتمال A تقاطع البيت يساوي احتمال A ضرب احتمال البيت. إذا ما يشرب الاستقلال بين حدثين. اثنين إذا كان عندنا ثلاثة أحداث A واحد A اثنين A ثلاثة من F، نقول إنها مستقلة عشوائيا، الأحداث الثانية مستقلة إذا تحقق ألف A واحد A اثنين A ثلاثة مستقلة مثنى تنتين تنتين باحتمال A واحد تقاطع A اثنين تقاطع A ثلاثة يساوي احتمال A واحد باحتمال A اثنين باحتمال A ثلاثة. إذا احتمال A واحد تقاطع A اثنين تقاطع A ثلاثة يساوي احتمال A واحد باحتمال A اثنين باحتمال A ثلاثة. ثلاثة، نقول عن متتالية منتهية من الأحداث أنها مستقلة عشوائيا إذا تحقق الشرطين. إذا ثلاثة، نقول عن متتالية AI I بين الواحد وN أنها من F، متتالية أحداث F أنها مستقلة عشوائيا إذا تحقق ألف كل متتالية جزئية AI I بين الواحد وN ناقص واحد مستقلة فيما بينها باحتمال تقاطع الـ AI من I تساوي الواحد حتى N كامل متتالية يساوي جداء احتمالات الـ AI من I تساوي الواحد حتى N. إذا نقول عن متتالية جزئية، نقول عن متتالية AI I من الواحد حتى N أنها مستقلة عشوائيا إذا كان تحقق الشرطين. كل متتالية جزئية AI I بين الواحد وN ناقص واحد مستقلة فيما بينها باحتمال تقاطع يساوي جداء الاحتمالات.
وكذلك المستقلة يعني تحقق الشرطين أيضاً. هلا بدنا المتتالية المستقلة، أنا نضل ناخذ الشرط الأول المستقلة، المتتالية الأصغر منها مستقلة، واحتمال التقاطع يساوي زيادة الاحتمالات لحتى نوصل لعمليا حدثين، يعني بمعنى لحتى نوصل عند استقلال مثنى مثنى.